حاجة لواحد الكيش بدون عجين. تناخدو واحد نص كيلو بحال هكا ديال البطاطا، تنغسلوها مزيان وما تنقشروهاش، نخليوها بحال هكا بقشورها ونديروها في واحد الكاسرول ونديرو معاها شوية الملح وورقة ديال الرند ونخليوها تسلق. من بعد تنقيوها وتنحاولو نمعسوها وهي سخونة مع خمسة ديال الفرماجات مع واحد شوية ديال الزبدة بحال هكا معلقة ديال الزبدة ومليحة والزعتر. صافي تنحاولو هكا نشكلو بحال شي عجين معسوها ونحطوها وناخدو المول ديالنا تندهنوه وترشوه على اللسان بشوية ديال السميد. علاش؟ حيت يعطينا واحد القرمشة من تيطيب لنا الكيش بحال راكي دايرة فيه شي ليبات، فهمتيني؟ تيجي مقرمش تيعطي واحد المذاق زوين. وتنحاول نطلق ديك العجين ديال البطاطا مزيان بحال تنصوبو العجين ديال الكيش تماما. نطلقها هكا بيدي ونقادها في ديك المول وتنكون موجدة الخضيرة ديالي. انا خديت صوطيت هذا الكروم قطعته رقيق وصوطيته مع مليحه يبزار وشويه ديال الزيت تتصوط وحطيته على جنب. خديت خيزو حتى هو حكيته جوليان رقيق وشحرته حتى هو وحطيته الكورجيت. المهم اي خضره بغات تدخلها السيده تستعملها. وزدت معاهم الطون، اللي ما بغاش دير الطون كلها دير كفيته دير اللي بغات اللي عندها في الدار. انا درت الطون ودرت واحد بحال هكا جوج معالق ديال الصوص ديال البيتزا. صافي خلطت داكشي مزيان وحاولت نوضعو في الكيش ديالي. وخديت واحد الياغورت مع واحد البيضه طربتهم مزيان وصبيتهم. وزدت لالا سناء نسيت الفلافل، حتى الفلافل يمكن السيده تضيفهم يمكن تيجيو زوينين. صافي صبيت ديك الخليط ديال الياغورت مع ديك البيضه مع واحد شويش بحال هكا بحال ابارايا داك الكيش اللي تنديرو شويش الخميره. صافي تضربيها مزيان، اللي بغات ديرها اللي ما بغاش تحيدها المهم تبقى اختياري. وتتصحح الذوق شويه ديال الابزار شويه ديال الملحه وتكبو هكا عليها ودير الفروماج والزيتون ودخلها للفران. راه تجي تطيب دغيا دغيا وتجي زوينه. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يحفظك. ندوزو للمحشي ديال الكروم. ديال الكروم اول خطوه لالا سناء تتشد السيده واحد الراس ديال المكور ديال الكروم. انا خديت ديك اللي لونه خضر تيكون لونه باش يجيني بحال ديك ورق العنب زعما. هذاك تتحاول السيده تحيد ديك هكا الوريقه تفصلهم. وكنت مسخنه واحد البرمه درت فيها الماء وشويه ديال الملحه وخليته تغلى وطفيت البوطه ودرت ديك الوريقات ديال الكروم. خليتهم شويه وحيدتهم، ماشي تخليهم السيده عاوتاني تيهرا وبداو تقطعوا لها، لا غير شويه وتحيدهم وتديرهم في واحد بحال هكا شبيكه باش يتصفاو باش يهبط ديك الماء كامل. من بعد تنحاول ناخذ ديك الوريقه ديال الكرم ونحيد لهم ديك العرق الوسطاني ديك البيض تيكون قاصح اي بحال ديال باش صافي. وديك ديك العرق اللي تنحيدها لالا سناء تنوضعو في سميتو في الطنجره ديالي فين نطيب باش هو اللي تيهز لي ديك ديك الحراره وديك الشيء وتيطيب لي الكرم شويه حيت قاصح. صافي لالا سناء تندوزو للحشوه. الحشوه شنو فيها؟ تناخذ انا واحد هكا اناء كبير تنوضع فيه زلافه ديال الرز عادي منقي ومغسول ما مسلوقش هكاك خضر. نقيناه وغسلناه توضعو السيده. تاخد واحد الحبه بطاطا تقطعها رقيق ولا دوزها في ديك اللي تتشلب حتى هي. تاخد واحد سميتو بصله الا كانت الخضاريه تجي رائعه، ما كانش يمكن لها تضيف البصله الاخرى شي بحال هكا جوج بصلات كبار تشلبهم رقيق ما يكونوش تيبانو رقيق باش تيذوبو لنا من تيطيبو. تتوضعهم تتوضع واحد الربطه ديال المعدنوس مقطع رقيق ياك وواحد بحال هكا ثلاثه الوريقات ديال الحبق وجوج وريقات ديال النعناع تعطي واحد المذاق رائع. واحد جوج معالق ديال مركز ديال الطماطم، معلقه كبيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال سكينجبير. وتتوضع بحال هكا مليحه، اللي بغات دير ضامد البنه راه تديرها، اللي ما بغاش دير غير الملحه. وتستعمل عندها بحال هكا قطعه ديال اللحم بشويه ديال الشحمش ديال الشحمه ديرها، ما عندهاش بغات دير غير الكفته ديرها. غير من تنوضعوا على اللسان غير واحد النقطه من تنوضعوا شي حاجه ما متسماش مع الرز ضروري نزيدوا شويه الزيت او الزبده باش ما تيجيناش ناشف. من تيوجد ما تيجيناش ناشف في ديك الحشوه. حنا مازالين في الحشوه. اللي بغات تقطع الفلافل رقاق وتوضعهم
توضعهم حتى هما تيجيو زوينين، جربتهم تيجيو زوينين. تمن تاكلي المحشي بحال هكا وتحطيه ولا تقسميه على جوج تيبان ديك اللوينه ديال الفلافل المشكله. وهذا صافي، هادشي اللي فيه. واللي بغا دير المحشي ديال الكوسه او القرعه، ديك الوسط اللب ديال القرعه من تنديروا لها ديك الموس ديالها ونخويوها من الوسط، ديك الحشوه ديك الوسط ديال القرعه حتى هو نضيفوه. نضيفوه في ديك الحشوه تيجي بنين. تنخلط ديك الشيء كامل مزيان، نخلطو مزيان ونحاول نحطو في شي شبيكه يستقطر، حيت ديك المويه اللي يستقطر لي فيها ديك تستقطر تخرج لي من ديك الحشوه هي اللي غنطيب فيها هاد الكرم او هاد المحشي. مفهوم لالا سنة؟ اي مفهومت معاك. صافي تناخد لك الوريقات ديال المحشي تنوضع فيهم في الوسط شويه ديال الحشوه ونلويها ونحاول نضغط من الجوانب باش تسد بحال القنينطات ولكن مسدودين من 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 الريوس ديالهم بجوج. راني صيفط لك تصور توضيحيه باش تشوفي الطريقه لالا سنة. صافي تنكمل لك المحشي ديالي كامل ونحط فوق ديك قلنا ديك الوسط ديال الكرم، تنوضعوه وفق الطنجره، عاد تنوضع المحشي ديالي من الفوق. دارت السيده القريعه حتى هي حشاتها يمكن لها توضعها، وصافي تنهز ديك لاصوص او ديك المرق اللي بقى لي من ديك الحشوه اللي خليتها تستقطر ونكبو من الفوق مع معلقه الزبده. صافي ونسد وندير عليه الغطايه، ماشي نسد غير من الغطايه بحال هكا عادي، ونخلي على نار مهيله يطيب. السيده من باش تعرفوا راه طاب تتهز غير بحال هكا شويه ديال المحشي، تهز بحال هكا تتلقى ديك الروز تبارك الله صافي طاب، وكل حبه يا حبه صافي هو دغيا تيطيب وتيجي الصراحه زوين. اييه فعلا. ممكن لا تقدموا مع خضيره بحال هكا منجوره مع الفروماج بحال هكا مع سميتو تيجي الصراحه صيفي وتيجي زوين. ورق العنب صراحه كيتكال وكيجي زوين وكيجي مرافق لاطباق اخرين. أيه. بالفعل تيجي زويون. ندوزو دابا لواحد معقوده. تفضلي. لا بغات السيده مثلا دير الساندويتش. المهم تناخذ واحد جوج حبات ديال البطاطا، تتكون السيده سلقاهم نص سلقه، تيخرجوا تبارك الله كميه كثيره. المهم تنشدهم تنقطعوهم هكا دوائر متوسطين، ماشي غلاظ وماشي رقاق. وتنحطوهم تندوزو واحد نوجدوا واحد الخليط خصو يختمر شويه معروف هذاك ديال المعقوده. تناخذوا كاس ديال الدقيق مع الملح الهريسه وشويه ديال الخرقوم وشويش ديال الخل والمعدنوس تنقطعو رقيق، ودريس ديال الثومه محكوك حتى هو في الحكاكه رقيق، وواحد نص كيس ديال الخميره ديال الحلوه. وصافي تنحاول ندير الماء واحد الحبه ديال البيض، اللي بغا تضيف البيض حتى هو يمكن لها دير، اللي ما بغاش تحيد البيض تحيدو، اللي ما بغاش ديك القضيه ديال الكشكوشه تتبقى لها الاختيار السيده. انا جربت لالا سناء هكا وجربت هكا تتنجح لي في كلتا الحالتين. حنا مع السيده اللي عندها في الدار ديرو. صافي تناخذ واحد شويه هكا نص كاس ديال الماء ونحاول نرونو، تيجي الخليط ثقيل بحال هكا بحال شكل ديال بغريز ثقيل شويه عليه. تنحاول نهز ديك الدوائر ديالي بعد ما دوزتهم في السميده الرقيقه ديال البطاطا، هذا ندوزهم في ديك الخليط ونقليهم في الحمام ديال الزيت يكون سخون، ونبدا نهز المعلقه ديال الزيت في هذيك الزبيده سخونه ونكبها من الفوق باش بحال الشكل ديال البيني بحال ما تنبغي نطيبوا البيني باش يتنفخ. وعاوتاني تنقلبوا من الجهه الثانيه. صافي تتحمرنا وتتهاي معقوده عندها سهله، وتعمر بها بحال هكا خبز ساندويتش او تحطها بحال هكا مرافقه مع شي شلاضه او اللي عجبها. اييه صحه والراحه. يعطيك الصحه. ندوز لواحد الفطيره. فطيره عجنتها بواحد العجينه ديال بلبل وجات خفيفه الصراحه وتجي زويونه. المهم عندنا نص كيلو ديال الدقيق مخلط ما بين فينو وفرص، عندنا شويه ديال الملحه شويه ديال الخميره ديال الخبز واللبن باش نجمعوا هذا الخليط ديالنا. تنحاول نحطو بحال هكا الدقيق ديالنا، تنديرو ديك المليحه والخميره ونعجن باللبن. اللبن لالا سناء يكون في درجه حراره المطبخ ماشي بارد وما يخمر لهاش. مع دابا راكي عارفه الصاد ارتفعت الحراره غير حطيه في الكوزينه راه تيدفى. في حاله ان السيده دارتو بحال هكا جبداتو من الثلاجه ما عندهاش كيدير، يمكن لها دير معاه شويه ديال بحال هكا الماء يكون دافي باش يدفي لها، الماء يكون سخون باش يدفي لها ديك اللبينه ديالها، والاخص اللبن يكون ديال هكا ديال المحلابات احسن تعطي واحد المذاق زويون. صافي احنا عجننا الفطائر هذا العجين ديالنا خليناه يرتاح، ما تتحتاجش هذه كاع تغطيها غير ب
بلاستيك غذائي ايه تخليه يرتاح، واخا تترجعي لها تدخلي فيها واحد المعلقه ديال الزبده وعاوتاني تخليها ترتاح، غير تغطيها بديك البلاستيكه وتخليها بحال راكي دلكتيها وانت راه ما دلكتي والو. صافي وتتشكلي منها كويرات وتحطيهم، تدوزي توجدي الحشوه. الحشوه انا درت البصيله شحرتها مع الزبيده ومع شويه د الملح طاحت لي مع الفلافل، وزدت لها الكفته وتوقفت، زدت لها الفرماج وشويه ديال ديك العطريه ديال الباربيكيو. صافي ديت وجب ديك الشيء توقف لي. صافي وخليتها بردات تماما باش ما تقطعليش العجينه، عاد نستعملها. حاولت نطلق المسمنه، هذه الكره ديالي الكره الاولى طلقتها غير بزويته مزيان، طلقتها مع رواخه فيها الخميره وسميتو تتعطيك الطوع وتتجي بحال راكي مدالكاها وكنت مخاليه، فهمتي؟ عطيتيها ديك وتتجي بحال، المهم تعطيك بحال بلوكا يعني بهذا، ولكن هي مرخوفه مزيان. هي مرخوف صافي تتعمريها بالحشوه، تديريها بالحشوه وتطنيها بحال المسمنه على ربعه، مفهوم؟ وتحطيها وتهزي الكره الثانيه عاوتاني وتطلقيها بشويه الزيت، وديري لها غير هذه المره غير شويه ديال الحشوه، وتهزي المسمنه الاولى وديريها في وسط منها وتنيها عاوتاني على ربعه وتحطيها، وتمشي عاوتاني الكره الثالثه، وهكاك تتكملي. تتجي بحال واحد مسمنه في وسط مسمنه في وسط مسمنه، تتكملي الكميه اللي عندك كامله، تتجي كبيره وتتجي كبيره، وتتخليها ترتاح وتتنفخ، وعاد تبقاي تقرصيها في ديك اللاطه تتكون مربعه ديال الفران، هذيك ديال هكا ديك ديال الطاوه ديال الفران مربعه، تتقرصيها مزيان تجي شكلها للسنة بحال ديك المسمن ديال الشحمه اللي كنا تنديرو وحده فوق وحده بحال هكاك. صافي تتسرحيها مزيان، دهني لها الوجه ديالها بشويه ديال لاصوص ديال البيتزا وشويه ديال زيت العود بحال هكا، وشويه ديال الزعتر ترشي عليها، ودخلي دخليها طيب، راه تجي زوينه. وانا راني قسمتها وحطيتها بحال هكا في الطبيصل كيما وريتك للسنة، وتزينيها بالفرماج ولا باش ما عجبك وتقدميها، تجي صراحه خفيفه وعائليه هكا الكوتي. الصحه تبارك الله عليك. ندوزو دابا لواحد المقرمشات للوليدات الصغار. ايه سميتو تناخد اي نوع عندي ديال المقرونيه في الدار. اختاريتي ديال الفراشه اللي تيبغيو لي تفعل الوليدات. اييه شديتها سلقتها في الماء في الماء مملح وريقه ديال الرند بحال هكا، من تسلقات لي حاولت نصفيها، من تصفيها وتخليها تستقطر مزيان، عطيها الوقت باش تستقطر لك مزيان. صافي رشيتها بالتوابل، تسيده دير يا اما التوابل ديال البيتزا يا اما التوابل المشويات، يا اما مثلا اللي عزيز عليه الحار يمكن له يدير بحال هكا السودانيه، المهم هي ولها الاختيار. والسر باش يخليها مقرمشه هو النشا، واخا تدردر النشا عليها وتحاول تضربها بديك بحال هكا تندير انا في ديك الشبكه ديك الحمراء اللي يديها حمراء، ونبدا نهزها بحال هكا ونسود فيها مزيان. يعني كتسلق كتسلقها وداد وتسقطر، وتديري دوك الاعشاب على حسب الاختيار اللي اختارينه مع النشا. مع النشا نتا هو السر باش يعطيها لك ضروري. اييه صافي، وتتسخني الزيت ديالك وتتقليها. صدقني لا سنة راه ما تجيش نهائيا شاربه الزيت، ما كتجيش قاصحه بزاف، لا ما تكثريش النشا، غير شويه معلقه بحال هكا. بحال دابا انا مثلا درت زلافه كبيره، درت معاها معلقه هي هذيك، حاولت نلبسها لها كل مع ديك التوابل ديال البيتزا او التوابل ديال المشويات. صافي كفاتني وجاتني هي هذيك، ما كثرتش النشا، حيت علاش تقد السيده تجي هي قاصحه الا كثرت النشا. واخ يعني عندنا ميزانة، هادشي اللي كاين صح. انا زلافه كبيره درت فيها معلقه بحال هكا، غير معلقه ممسوحه. واخ باش ملي تقلا تجي مقرمشه، ما تجيش قاصحه يعني الواحد ما يقدرش ياكلها. حيت راكي عارفه السنينات ديال الوليدات الصغار وهذه. صح اييه صافي تنقليوها ونسميتو تنقدموها بالصحه والراحه، تجي زوينه وتلا بقات تبقى مخرمشه زويونه.